طحين مش موجود، سكر مش موجود، كله أسعار غالية غالية، ما بقدوش قوت أولادي، لا فطور ولا غدا ولا عشاء إلا وجبة واحدة طول النهار. وللأسف هذه المساعدات التي تصل لا تكاد بالكاد تكفي وجبة واحدة يوميا للنازحين وعشرات الآلاف النازحين نتيجة تكدس هؤلاء النازحين في مراكز اللواء. مركز إيواء يعني الذي كان يتسع لألف نازح، اليوم نتحدث عن ثلاث أضعاف هذا العدد. طبعا طلعنا بوعينا بدون مصاري والأمور صعبة علينا، لا في دخل ولا في حياة ولا في شغل، زي ما انتم شايفين بنطبخ على النار، احيانا كرتون احيانا حطب احيانا بلاستيك. يعني انا بعيد اسره 10 انفار، اولادي بيناموا من يوم اجيت صار شهرين لا حرام ولا فرشه ولا مخده ولا بطانيه. احنا ما طلعناش طبعا الا بعد ما تعرضنا لمعاناه شديده طبعا، والقصف والدمار وبيوتنا نزلت علينا واهالينا الله اعلم بحالهم، يعني تحت الان تحت الردم والركام. المعاناه الحقيقيه اللي قابلناها مش الحرب على غزه، الحرب والغلاء والاسعار، يعني اللي هنا ما بنقدرش حتى نوفر الاكل ولا الشرب. يعني انا طول الوقت هنا 24 ساعه، الهدوم بقدرش اوفرهم عشان بس اكل او اخذ لي رغيفين اوفر قوت يومي انا وزوجي وبنتي. طبعا قد ما احكي ما بعبرش عن الواقع اللي انا بعيشه، صعب اوصف الوضع، صعب جدا يعني.